على ده، اتربيت ان انا دايما اجي اشكر اللي موجود ما اطلعش سلبياته. حاجة محترمة منك وانا الحقيقة. والناس تعاهدت مني او عاهدت مني ان هي تشوفني في ده، وانا في الاطار ده مش بخرج منه كتير. ولكن في بقى ايه بعد المقدمة الحلوة دي، الناس بوظت ده كله. بعد المقدمات الحلوة اللي انتوا اللي احنا عملتوها عملناها دي كل ده الناس بوظت ده ليه كله. بقى؟ نرجع للجدول تاني. احطه لك تاني الجدول على الشاشة. احنا لما مشينا هنيجي في الاخر عشان اخش لك في التفاصيل. طب يلا. لما مشينا اتباعت بيع للناس ان الناس دي مشيت عشان ما كانتش موفقه ونتائجها ما كانتش احسن حاجه وكانت بتنافس على الهبوط. لا هو الحقيقه كان معايا الكابتن معتز البطاوي في مداخله، وكنت بساله عن الاسباب، قال لم يكن هناك توفيق. بنحترم جميل جدا 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 كابتن ضياء طبعا. السيد وجهاز المعاون، وقال الحقيقه، قال انه في اخر المكالمه قال احنا كنا قلقانين من فكره الهبوط. بالظبط كده. حتى انا كمان استغربت ساعتها، قلت له لا يعني مش انتوا فهو اللي وهو تقلقوا. اصر ان فكره الهبوط موجوده. فانا هبدا من ده ومن تصريحات برضو كابتن هيثم شعبان لما مسك الفرقه ان هو جاي ينتشل الفرقه من الهبوط. انا عاده عمري ما اتكلمت على اي تجربه بعد ما خلصت. انا جيت غالبا بعد كل التجارب جيت قعدت معاك هنا، ايوه. وعمري ما اتكلمت على اي تجربه لا فني ولا اداري ولا اي حاجه. طيب اخدت الجانب باخد الجانب الايجابي بالنسبه لي، الجانب التعليمي اللي انا اتعلمت منه. من بعد التجربة. كل تجربه بطلع بكتب ايه الايجابيات اللي انا اتعلمت، الحاجات اللي اتعلمتها، ولو في سلبيات برضو لازم احطها في الجانب التعليمي بتاع الجانب ان انا بتعلم منه. انت استفزيت من التصريحات؟ طبعا طبعا. انت بتتكلم في ان انت جاي تنتشل الفرقه من الهبوط، وكان في تصريحات تانية ان الفرقه فيها خلل، وده مش منطقي خالص. لان احنا بعد يوم 2/7 اخر مباراه، مباراه اسوان اللي هي انتهت 1-1، هي نفس نتيجه نفس الدور الاول مباراه اسوان انتهت 1-1 بقياده الجهاز السابق، ودخل فيه الجول في اخر ثانيه، وحاجات يعني فيها عدم توفيق. جات لنا تاني يوم بعد ما اخذنا اجازه، جينا تاني يوم يا جماعه احنا لازم نذبح ولازم نروح مستشفى السرطان، لان كده في حاجه مش مظبوطه، لان في سوء توفيق واضح جدا مع الفرقه. فاحنا ما عندناش مشكله. فانت كده بتتكلم في انهي اتجاه؟ اتجاه سوء التوفيق واتجاه ان الفرقه دي مش موفقه. انت عندك انهي اتجاه؟ انت بتقيم الناس دي باي شكل؟ انت شايف كمعتز البطاوي كلامه معانا اللي هو قدامنا اللي احنا كلنا بنحاول نصدقه واحنا شغالين، كابتن ضياء وكابتن عصام الحضري وبقيه الجهاز، حاولنا اوقات كتير جدا هنصدق حاجات، بس احنا يعني لا ما يعني ولا حاجه من الحاجات انت بتقولها هي حقيقيه، لان احنا هسرد لك بقى كل حاجه. بس انا هاجي لك في الاخر الجدول بعد اذنك تجيب الجدول. ما احنا نحطه استلمنا في الفرقه الجدول. في الاسبوع ال 18 بعد ماشي. الاسبوع ال 18، وكانت الفرقه لعبة 18 مباراه، وانت وكان سلمت الفرقه لا كده. ده الاخير، ده الاخير، ده الجدول اللي احنا مشينا. احنا كده جينا لعبنا 18 مباراه، والفرقه ال 15 كانت البنك الاهلي 17 مباراه، يعني انت فارق مباراه عن البنك الاهلي. فرق النقط قد ايه؟ البنك 11 14 وسيراميكا 25، ماشي. 11 11 نقطة. وانت زايد مباراه، هتشيل الثلاث نقط ولا نسيبهم؟ ماشي نشيل الثلاث نقط، ماشي. يبقى كام نقطه؟ 9 8 8 ماشي صح؟ 11 من 3 8. ماشي. نرجع للجدول اللي احنا مشينا فيه. سيراميكا كليوباترا لعب 27 مباراه، واسوان المركز اللي هو احنا بنتكلم فيه ان احنا فرقه بتنافس على الهبوط 27 مباراه، فرق كام نقطه؟ انت 33 وهو 25 نقط، 8 نقاط برضو. اذا فهي نفس الموقف ولا موقف غريب؟ هي نفس الموقف، بس انت هبطت في الترتيب. في الترتيب. لو جيت للمباراه الاولانيه هتلاقي ان في من فرق كتير. السادس هبطت من السادس ل 11. طبعا طبعا ما نقدرش نتكلم فيه، بس هات ترتيب الفرق هتلاقي ان كان سيراميكا سابق. انا ما بحبش اروح للحته دي، مش هي دي القصه، لا انا بتكلم على البيعه اللي اتباعت. انا هبط طبيعي، طبيعي هبط. هتيجي بقى نقول بقى احنا هبطنا ليه؟ ايوه بس خد بالك من نقطه يا كابتن عادل، انت 33 نقطه والاسماعيلي 32 مين لاعب والغزل اسماعيلي؟ 32، مين لاعب اسماعيلي؟ احنا دلوقتي بنبيع. كله اقصد يا كابتن عادل كله قريب، لا انا يعني بتكلم نقطه على نقطه الفرقه، نقطه نقطه انا نقطه بتكلم نقطه. على الفرقه اللي احنا بنتكلم ان هي هتهبط. ماشي. انت عايز تقول الفرق انا لما اتسد. جينا لما احنا جينا كابتن ضيا مسك، كابتن ضيا ما اتكلمش على الهبوط، ما جابش سيره الهبوط خالص. لا احنا كنا في الجانب الايجابي، لا دي فرقه محترمه وكان معاها جهاز، وده على فكره ده الطبيعي ده اللي انت يحصل، اللي كنت منتظره، ده اللي احنا كنا انه انت منتظرينه، ماشي ما لان يتقالش ده. احنا مش اطراف. احنا كجهاز مش كابتن اطراف، ضيا سواء جيت او انا مشيت مش مش طرف. اطراف. انا جيت مكان حد، انا مش طرف معاك على فكره، انا في اداره نادي جابتني. انت عندك مشكله مع اداره النادي دي حاجه بترجع لك، انا مش طرف. ماشي.
فاحنا دخلنا اطراف بقينا بقى فرقه فيها خلل وبقى فرقه فيها. فده كلام يعني مش عايز اروح له كتير ان هو مش اساس الموضوع، بس انا حبيت ابدا بده لان البيعه اللي اتباعت في النهايه ان بيعت ان دي كان في ناس بتهبط. لا هي ما كانتش ناس بتهبط ولا حاجه، عشان بس نبقى ماشي. تمام كده رد يعني على الجزئيه دي تعالى. اه على الجزئيه دي ماشي. نيجي نشوف احنا الناس دي وصلت لهنا لفين. الناس دي وصلت بدات شغلها لعبنا 9 ماتشات، عملنا اعلى نتيجه في تاريخ سيراميكا كليوباترا بفوز على بيراميدز 4-2. ولو جيت بصيت لكل 6 ماتشات لفرقه سيراميكا هتلاقي فيها مكسب واخفاقات تانية. يعني احنا قبل ما نيجي في سيراميكا اخر 6 ماتشات فيهم مكسب 1 وتعادلين وثلاث هزايم، ماشي، منهم كاس ومنهم دوري. تمام كده احنا ما رحناش لده خالص، ما كناش فيه، بل احنا كنا في الايجابيات. ولغايه دلوقتي احنا مش زعلانين ده، لان دي طريقتنا احنا، عمرنا ما هنقول نتائج سلبيه لحد. فدي حاجه من الحاجات اللي ضايقتني، فخلاص في الاتجاه ده خلاص احنا عايزين نقفله، واعتقد الجدول جه قدام الناس. ماشي، ولو حد عايز يطلع يتكلم يرد يطلع يرد. نيجي بقى الفرقه نزلت ليه من الجدول ده لهنا. لما تيجي تدي فرقه تديها كامل امكانياتها، ايه هي كامل امكانياتها؟ جهاز كامل، مدير كوره، جهاز فني بيتكون من 3 أو 4 مدربين، لا مدربين، لثلاث مدربين ومدرب حراس مرمى، محلل اداء، مخط احمال، والجهاز الطبي والاداري وبقيه الفرق. ماشي، احنا جينا اشتغلنا من غير محلل اداء. وكان في اتفاق بين كابتن ضيا والبدايه برضو عشان ما اعديش الحته دي، كابتن ضيا اشتغل من غير عقد اصلا، اشتغل من غير عقد. ولما جه يكلمني قال لي لا عقد ولا شرط جزائي، قلت له كابتن ضيا مفيش حد بيعمل كده، قال لا دي ناس محترمه جدا، وانا ناس، انا دول بيتي، ناس دي بيتي. وبدايه كابتن ضيا برضو عشان الناس تبقى فاهمه، كابتن ضيا اصلا ما كانش عايز يشتغل مدير فني. كابتن ضيا قال لهم خلوا المدرب ده وهاتوني مستشار فني، ولو هو احتاجني في حاجه انا معاه. فعلا ده حقيقي. وده حاجه كانت قدامي. ماشي، فكابتن ضيا اصلا اصدقها لانه مصدق ده على 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 الكابتن ضيا، شخصيه كابتن ضيا، على شخصيه الكابتن ضيا، وده حقيقي. وهو ده اتقال قدامي، خلي بالك، وهو اتقال، وطلع كابتن ضيا طلع قاله، وفي اجتماع الناس كلها قال لهم يا جماعه انتوا عايزين تمشوا الراجل اللي ماشي، والراجل ماشي كويس، قالوا له انت هتمسك الماتش الجاي. فقرار كده كده متاخد، يعني احنا ما اشتغلناش على حد عشان نوقعه. ماشي.